جاء المتأخرون فقوقعوا أنفسهم في مسألة التقليد. جاء المتأخرون فقوقعوا أنفسهم في مسألة التقليد. فلهم للعلم أتقنوا ولهم لسنة النبي نصروا. لهم للعلم أتقنوا ولا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم نصروا. نهايتهم ببغاوات. فقط تقليد لأئمة المذهب وبس وفقط. حتى لو جاء الحديث لا يمكن أن ينظر الحديث بعين الاعتبار ولا بعين العمل. ثم خاتمة القول بأنهم يجهلون ولا يستطيعون وليس أحد يفهم هذه الأحاديث غير المتقدمين. يعني كأن الله يعني بعث إلينا رسولا ويكلمنا بما لا نعقل. هذا أمر جلل. المهم الغرض المقصود بأنه لما جاء المتأخرون وتعصبوا للمذهب صار تفسير القرآن ما هو إلا نتاج العصبية المذهبية هذه. كما قال القرخي قال كل آية وكل حديث كل آية خالفت ما تبناه إمامنا وشيخنا على الإمام حنيفة فهي منسوخة وكل حديث خالف ما قال إمامنا فهو منسوخ أو مؤول. وهذا التعصب قد ظهر عند تفسير القرآن. ولذلك عندنا الكتب التي تبنت تفسير القرآن أنت لك أن ترى. يعني الإمام الشافعي لم يكن قد أفرد بابا أو تفسيرا لكنهم جمعوا له الكلام على تفسير بعض آيات الأحكام لتنظر التحرر والإبداع. أما من جاء بعده فانظر إلى التعصب وقوقعة الأمر وجعل تفسير القرآن ما هو إلا مذاهب فقهية مختلفة. أول من تصدر أول من نصدر الباب به من الفقهاء في الكلام على التفسير الجصاص الحنفي أبو بكر بن أحمد علي بن علي الرازي المشهور بالجصاص. ولد سنة 305 كان إماما من أئمة الحنفية رحمه الله. مصنفاته كانت كثيرة ومن أهم هذه المصنفات هو كتاب أحكام القرآن. وفاته كانت 370 فرضي الله عنه وعن جميع علمائنا. كتاب التفسير كتاب مهم جدا لكنه تفسير فقهي محض حاشى فيه الأقوال الفقهية. وكان حتى إذا أتى على آية من الآيات يكون فيها القول الفقهي بعيد يقربه ويجعل لها مذاهب فقهية ويأتي بكلام فقهي حتى أنك إذا اطلعت حسبته أنه بداية المجتهد أو أنه اختلاف الأئمة الأربعة للجزري مثلا. كتاب كأنه فقه مقارن ليس تفسيرا للقرآن. حتى في الآيات التي لا تحتمل وضربوا مثلا في كتابه على تفسير قول الله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار تكلم في مسائل فقهية بأنه قال من بشرني لو قال رجل لعبيدي من بشرني بولادة فلان فهو حر فبشره جماعة واحدا بعد واحد أن الأول يعتق وغيره لا يعتق الأول يعتق وغيره لا يعتق. فمسها بمسألة فقهية ولم ينتبه إلى التفسير المحض لهذه الآيات. والحق أنه يعني مع أنه قلب التفسير إلى مذاهب فقهية تعصب لمذهب الحنفية وهذا كان من المآخذ على كتابه. وكان صراحة يستطيل على الشافعي استطالة تامة وكان يؤول الآيات على ما يوافق مذهبه وهذا من المآخذ أيضا على هذا التفسير. كان يأتي بالآيات ويؤولها تعسفا حتى توافق ما ذهب إليه. وأما في الاعتقاد فحدث ولا حرج فإن الجصاص رحمه الله كان معتزل الفكر لذلك كان ينكر الحديث الذي في البخاري ينكر حديث السحر النبي صلى الله عليه وسلم ينكره. وأيضا عندما جاء إلى قول الله جل في علاه واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان لكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر قال ليس سحرا حقيقيا أبطله.
قال هو اسم لكل أمر باطل لا حقيقة له ولا إثبات. وأنكر أن يكون الإنسان قد سحر، وهذا منهج المعتزلة، فهو معتزل الفكر، وهذه طبعا سلمة في حقي ومأخذ عظيم عليه، مع المأخذ الآخر في تعصبه الفقهي والتعسف عند تأويل الآيات من أجل أن توافق مذهبه، وأشد من ذلك أنه قلب التفسير إلى 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 فقه مقارن. من الكتب أيضا أحكام القرآن للكي الهراسي الشافعي، وهذا لم يبعد تعصبا عن الحنفي أيضا، فكان متعصبا لكن كان ما كان يستطيل على المخالفين كما استطال الحنفي على الشافعي وغير الشافعي، لكن كان شديد اللهجة على الشافعي. الكي الهراسي هو عماد الدين أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري المعروف بالكي الهراسي، كان فقيها عالما نبيلا شافعيا، كان فصيح العبارة حلو الكلام جزله، وكان بديع التصنيف، لكنه كان متعصبا للإمام الشافعي، ولذلك روح التعصب للمذهب ظهرت جليا عند تفسيره للقرآن، وهو أيضا يحاول الاحتلال بالآيات على ما ذهب إليه الإمام الشافعي، ولكنه كان مؤدبا مع المخالفين، كان يظهر ويجلي مذهب الشافعي ويحترم المخالفين، إلا أنه اشتد نكيره على الجصاص وقد رماه بأفظع الألقاب من أجل أنه قد استطال على الإمام الشافعي. فكتاب الكية كتاب جيد في بابه، لكنه أيضا كما قلت ملأه بالمسائل الفقهية، وأيضا حشده بالتعصب والرد على المخالفين، كل من خالف الشافعي رد عليه، لكنه كان يرد بلطف وبرقة وأدب، إلا أنه اشتد على الجصاص لطول قلمه على الشافعي. أيضا من الكتب التي اهتمت بتفسير أحكام القرآن لابن العربي، أحكام القرآن لابن العربي المالكي، هو القاضي أبو محمد بن عبد الله ابن محمد بن عبد الله بن أحمد الأندلسي الإشبيلي، هو علامة الزمان في زمانه، ولد سنة 468. من أعظم تصانيفه كتاب أحكام القرآن، كانت وفاته 543. تعرض لجميع سور القرآن كلها، ولكنه لم تستوقفه إلا آيات الأحكام، ولم يفسر إلا آيات الأحكام، يأتي بها آية آية فيشرحها، ثم يأتي بالأحكام التي تتعلق بها. وكان منصفا وكان عاقلا حليما، لكن كان في بعض الأحيين يتغلب عليه بعض التعصب، وهذا يعني يكدر هذا الصف، لكن في غالب حالي كان حليما متعقلا منصفا لا يتعصب، وفي بعض الأحيان كما قلنا يتعسف بالتعصب للمالكية. وكان يستخدم اللغة في التفسير، وأيضا في فصل الخطاب عند الخلاف، وكان من أعظم الناس نفرة للإسرائيليات والأحاديث الضعيفة، وهذا في حقه علو، يعني هذا في حقه علو، أنه كان ينفر جدا من الأحاديث الموضوعة والضعيفة وشيء ذلك، وأيضا الإسرائيليات. والحق بأن هذا من أنفع الكتب، يعني ده أنفع من الكتابين السابقين، كتاب أحكام القرآن ابن العربي أنفع من الكتابين السابقين. ومن ذلك أيضا من تفسير الفقهاء كنز العرفان في فقه القرآن لمقداد السيوري، هذا رجل رافضي خبيث، هذا رجل رافضي خبيث من الإمامية الاثنى عشرية، طريقة تفسيري أنه لا يمشي على القرآن مرتبا، ويأخذ بآيات بعض آيات وبعض آيات، ويجلي فيها مذهب الإمامية الرافضية الاثنى عشرية، ويروج جدا لمذهبه، ويدعي أن هذا هو مذهب آل البيت، ويدعي أن هذا هو مذهب آل البيت، كذب في ذلك. ولذلك هذا الكتاب من أسوأ الكتب في أبواب التفسير، هذا الكتاب من أسوأ الكتب في أبواب التفسير، كنز العرفان في فقه القرآن من أسوأ الكتب في تفسير القرآن، ولم يجمع صاحبه فيه ما ينفع ويفيد تفسيرا للقرآن، وحتى في المسائل الفقهية التي جمعها كلها على مذهب الإمامية الاثنى عشرية الرافضية.
التي اعوجت اعوجاجا تاما في الاعتقاد وليست من الاسلام. نعم، هذا بالنسبه لتفسير الفقهاء، وبهذا نكون قد انتهينا منه بفضل الله جل في علاه. لكن لابد ان الفت الانتباه ايضا في التفسير الذي يعني تفسير عندنا في الواقع المعاصر، سناتي ونفتتح الكلام فيه بتفسير شيخ الاسلام الامام الشنقيطي في اضواء البيان، نبينه، وبعد ذلك ايضا نبين بعض التفاسير التي اهتمت بالاعجاز العلمي، وبهذا نكون قد ختمنا بفضل الله جل في علاه مناهج المفسرين.